كل حال تشكر المنظمة على المشاركة تاعها في الفرحة اللي في فرحة العيد اللي نقلتها لدار المسنين، شيء جميل. ناس أخرين تفضل التضحية وتشارك في أماكن واحدة أخرى اللي هي مثلا في دار المسنين، وتخلق جو من الفرحة ومن الجمال ومن المنظمة الوطنية لتوصل الأجيال إلا أن تشارككم هذه الحفلة دار المسنين بولاية مدينة باتنا، مدينة مضيفة شوية الأحرار الله يبارك عليهم. جينا لدار المسنين باتنا باش نفرحوهم، ولو كان نعطيهم حاجة قليلة من فرحة تقدر ما تقدرش بثمن كما يقولوا.